لمعرفة الوضع على الأرض أذهب لمراسلنا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية فراس لطفي. فراس، كيف بدأ هذا التصعيد اليوم وإلى أي نقطة انتهى حاليا؟ يعني يمكن القول بأن الحدث في بدايته وأنه سيتصاعد وسيستمر على الأقل في الساعات المقبلة، ولكن بانتظار التقديرات الأمنية الإسرائيلية، حيث الآن أفدنا من مكتب بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي الذي عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، خرج منه فقط معلومة واحدة بأن يجب أن يكون هناك اتصال وتواصل مستمر مع السكان وتحديثهم بآخر المعطيات والتطورات كي لا يكون هناك ضحايا إذا ما استمر هذا الحدث. وبالتالي حتى الآن لا يوجد هناك أي تعليمات استثنائية من قبل القيادة الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية لسكان التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع لبنان. ورغم أن أحد الصواريخ كما ذكرنا في رسالة سابقة سقط بالقرب من قرية درزية في هضبة الجولان السوري المحتل، الجيش الإسرائيلي في بيان له حقيقة يوسف أكد بأن 19 قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، تم اعتراض أكثر من نصفها من قبل منظومة القبة الحديدية، والباقي سقط في مناطق مفتوحة. ويمكن أن نرى مرة أخرى المنطقة التي تم سقوط القذائف الصاروخية فيها، هنا سقط من 3 إلى 4 قذائف صاروخية عند هذه الأعمدة من الدخان، وهناك منطقة أخرى محاذية كلها جبال يعني مفتوحة غير مأهولة بالسكان، ولكن الحدث اعتبر هنا إسرائيليا بأنه خطير. أنقل لك نبض ما يجري في الإعلام العبري الإسرائيلي يوسف بأن التقديرات حتى الآن تشير بأن هذه العملية ستبقى منضبطة بحدود معروفة ومقيدة حتى هذه اللحظة. الكل شيء يعتمد على دينامية الرد والرد المقابل، وبالتالي الآن الجيش الإسرائيلي رد مباشرة على مصادر إطلاق النيران، رد بالقذائف المدفعية، رد بإغارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ولكن الآن يبدو بأن الأمور هدأت بعض الشيء في الرد الإسرائيلي العسكري على مصادر إطلاق النيران، وواضح بأن هناك إعطاء فرصة للمجتمعين في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، الذي ينظر له بأن ما جرى وما يجري خلال 3 أيام الماضية بأنه امتحان لهذه الحكومة. ولكن نذكر هنا بأن هذه الحكومة أيضا يوسف، وهذه نقطة مهمة، تعتمد على حزب عربي في بقائها على قيد الحياة، وبالتالي أن أي قرار في الذهاب إلى مغامرة أو إلى حرب مفتوحة مع جنوب لبنان أو مع حزب الله فإن ذلك قد يعني تدفع بالحكومة إلى الانهيار، خاصة وأن هذا الحزب العربي ذا الميول الإسلامية قد ينسحب من هذه الحكومة وبالتالي قد تنهار. وبالتالي اليوم ما يحلله المراقبون في إسرائيل بأن الرد سيكون منضبطا في حدود معروفة، وهذا يعتمد طبعا على الرد المقابل لحزب الله. الجانب الآخر من المعادلة حقيقة يوسف هي قضية اليونيفيل التي تحاول الآن الاتصال بالطرفين لضبط النفس، ووسط تحميل من إسرائيل للحكومة اللبنانية للمسؤولية، مسؤولية ما يجري ومسؤولية التدهور الحاصل على الوضع الأمني على طرفي الحدود. بيان اليونيفيل قال بأن الوضع خطير وأنه لا يجب أن يسمح بأن يتدهور أكثر من ذلك. كان هناك أيضا اتصالات من قبل ضباط في الأمم المتحدة من هذه الوحدة المراقبة للاتفاق 1701 عند نقطة رأس الناقورة يوم أمس، بحثوا خلالها الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أممية كيفية يعني محاصرة الأمور وضبطها وتفادي أي تصعيد أو حرب مقبلة. لكن إسرائيل وخلال تدريباتها وتمريناتها العسكرية هنا قبل 3 أيام أصدرت إشارات وبيانات ورسائل كانت واضحة من قبل قادة وضباط في الجيش الإسرائيلي، قالوا للصحافة وأيضا قالوا
المراقبين هنا والسكان بأن أي حرب ستندلع مع لبنان، الحرب الثالثة ستكون قاسية، ستكون كثافة النيران فيها غير مسبوقة، وستكون التكنولوجيا فيها حاضرة بشكل كبير، وبالتالي فإنها ستفقد الطرف الآخر أي حزب الله القدرة على القتال. هذا ما قاله الضباط هنا خلال التمرينات العسكرية التي أجروها في الأيام الماضية. ولكن بالمقابل كل التقديرات التي كانت والتي خرجت من المستوى السياسي تحديدا والأمني في 24 ساعة الماضية بأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ولكنها أيضا غير معنية بتثبيت معادلة تنقيط الصواريخ عليها في شمال إسرائيل، وبالتالي فإن الرد سيكون مختلفا عن الذي كان سائدا خلال السبع سنوات الماضية. وشاهدنا أولى يعني هذه الردود الغير مسبوقة، وهي استخدام سلاح الجو الإسرائيلي، وبالتالي احنا نحن نتحدث عن حكومة تريد إثبات نفسها ولكنها أيضا مكبلة بحزب عربي، فردودها ستكون كما يرى المراقبون هنا مكبلة، محاصرة، مضبوطة. ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي لن يقبل بهذه المعادلة بالمقابل، وبالتالي فإن قواعد الاشتباك التي يريد تثبيتها حزب الله ومن ورائه إيران لاستثمارات سياسية هنا أو هناك، لا يريد أن يتعايش معها الجيش الإسرائيلي كما يقول ولا السكان هنا، وبالتالي فإن ننتظر ردا قويا مكثفا سيكون خلال الساعات المقبلة. طيب. على مصادر إطلاق النار، والجانب الإسرائيلي يتحدث عن بنك للمعلومات وللأهداف الذي يمكن أن يستهدفه لحزب الله تحديدا، وبالتالي اليوم سيتم النظر إلى المعادلة أن الرد الإسرائيلي آت لا محالة، ولكن الانتظار هو الرد المقابل، إذا ما كان سيكون هناك رد مقابل أم أن اكتفاء بما جرى من إطلاق هذه القذائف الصاروخية قبل ساعتين. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية فراس لطفي.